خلال افتتاح أعمال مؤتمر الزكاة والتنمية الشاملة، أكد معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أكد حرص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدائم على مواصلة تحقيق كل ما من شأنه أن يرفد مسيرتنا الوطنية ويحقق رؤى وتطلعات قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مستندين بذلك إلى ثوابتنا الوطنية وإلى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وكافة المبادرات والخطط الاستراتيجية التي تسهم في بناء اقتصاد قوي مستدام يعزز العملية التنموية في المملكة. لتحقيق التضامن الاجتماعي والتكافل الإجباري بين أفراده، احتضنت مملكة البحرين أعمال مؤتمر الزكاة والتنمية الشاملة برعاية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي يقام بتنظيم من صندوق الزكاة والصدقات بالوزارة. وقد شارك في أعمال المؤتمر ما يقارب 80 باحثا وباحثة من 19 دولة شقيقة وصديقة بمنامة الخير والسلام والحضارة. هذا المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور الباحثين في تطوير الزكاة وتجديد قضاياها المعاصرة، وإن شاء الله يعني أهم ثمرات المؤتمر تتمثل في طرح مشاريع عملية قابلة للتطبيق في أي دولة تستفيد منها، وهي عبارة عن مشاريع إبداعية ومبتكرة تم تنفيذها فعليا على أرض الواقع ونجحت نجاحا كبيرا. فالمؤتمر نجح في استقطاب هذه التجارب الناجحة حتى يقدمها للعالم الإسلامي يستفاد منها. نركز إن شاء الله وبحول الله سبحانه وتعالى على نقاط القوة في العمل في مجال الزكاة ونعززها إن شاء الله، ونحاول نتلمس مواطن الضعف ومحاولة القضاء عليها أو الحد منها. ويهدف المؤتمر إلى تشخيص وتحليل واقع الزكاة في المجتمعات الإسلامية لتحديد نقاط القوة والضعف، فضلا عن إبراز الإيجابيات والمنافع الشاملة التي تحققها الزكاة في مجتمعاتنا المعاصرة، حيث يستعرض المؤتمر مجموعة متميزة من المشاريع العملية الإبداعية والنماذج المبتكرة في تطبيقات الزكاة. من المعلوم دائما وأبدا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ذكرت في القرآن الكريم 30 مرة، مقرونة منها 27 مرة مقرونة بالصلاة، وهذا لبيان أهمية ومكانة هذه الفريضة في شريعة الإسلام. مملكة البحرين تواصل بدورها المحوري في خدمة المجتمع وتحقيق تكافله، إذ استطاعت مملكة البحرين من خلال المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تحقيق العديد من الإنجازات، والتي تمثلت بسن التشريعات المنظمة للعمل الزكوي المؤسسي حتى باتت موطنا لأكثر من 400 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، فضلا عن كونها أحد أبرز روافد تنمية قطاع الصيرفة الإسلامية عالميا. هذا المؤتمر الدولي يأتي رغبة لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030، والتي ترتكز على الاستدامة والعدالة والتنافسية، فضلا عن تكوين رؤية استشراقية ومقاصدية لتنمية فريضة الزكاة. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.